السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. يلا نقول بسم الله يا برج الثور ونشوف ايه الاخبار عندك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اول حاجه ابشركم بيها، انتوا عندكم دخول محكمه. دخول المحكمه دي هتكون خير ليكم وهتكون تغيير حلم هتنولوه او طاقه معينه انتوا هتاخدوها، استقرار على جميع الاوضاع. بقالكم فتره عمالين تبحثوا، بقالكم فتره عمالين تدوروا علشان تكتشفوا الحقيقه اللي انتوا مستنينها. بسم الله عليكم. انتوا كمان ناويين هنا بخصوص شغل، ناويين على سفر، ناويين ان انتوا تمشوا، ناويين ان انتوا تبعدوا. حصل عندكم غدر من اقرب الناس ليكم، حتى من شريك الحياة او الشريك في العمل. لما بنقول الشريك مش لازم الشريك يكون في العاطفة، ممكن يكون شريك في العمل، ممكن يكون كنتوا حد انتوا شايفين ان هو شريك شراكة حاجة معينة وخذلكم. فالفترة دي انتوا زعلانين، زعلانين من حد قريب جدا على قلبكم وعزيز عليه. كمان البعض منكم لما بيفكر في الماضي بيزعل جدا على حاله وعلى كل اللي قدمه مع ناس ما تستاهلش. في موضوع هتتكلم فيه الفترة اللي جاية دي وهتاخد حقك، او انت ساكت علشان تعرف تاخد حقك. حسد من الناس المقربة ليكم على رزقكم. عندكم ضغط نفسي، والضغط النفسي ده بسبب حية، والحية دي وراكم عمالة تدور وراكم عايزة تنتصر عليكم، لكن بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى انتوا اللي هتنتصروا. هتنتصروا ازاي؟ لان انتوا اللي هتكون عندكم تحقيق حاجة حلوة جدا هتغير تفكيركم وهتغير مجرى حياتكم بالكامل. وفي خبر انتوا الفترة دي مستنيينه بقدر المستطاع. الفترة دي فترتكم، لازم تثبتوا وجودكم. مين اللي عنده صراع في ارض البيت او عنده امور في ارض بيته مش مريحاه؟ احب اقول لكم ان انتوا عندكم جواز، بس انتوا دايما بتخافوا من العين علشان العين لما بتصيبكم بتتعبكم نفسيا. انتوا هنا محدش حاسس بيكم، شايلين هموم الدنيا فوق كتفكم، محدش حاسس بيكم خالص. لكن ان ربنا هينصركم على من عداكم هتكونوا مبسوطين جدا. في حفرة واحدة ستة عايزة توقعكم فيها، الحفرة دي محدش هيقع فيها غيرهم هما. أحلام مزعجة، أمور منعكسة معاكم، فخدوا بالكم كويس جدا. انتوا تعبتوا من حاجات كتيرة جدا، لكن في اتفاق هيكون بانتصار هتاخدوا حقكم بإذن الله. بتشتكوا من ضيق في الصدر ومن خنقه بتجيلكم من غير اي سبب، وحاسين ان انتوا دايما بتحصل معاكم امور منعكسه. عندكم تردد في علاقه، تردد في موضوع، تردد في حاجه، في شويه تردد. عصبيين جدا الفتره دي بسبب الخوف. لازم تطلعوا من الطاقه السلبيه اللي انتوا فيها علشان الطاقه السلبيه مأثره عليكم في اكتر من حاجه. انتوا هيكون عندكم تغيرات حلوه خلال كام يوم، مش عايزاكم اصلا تاخدوا اي قرار ولا تفكروا في اي قرار، لان القرارات اللي انتوا بتاخدوها القمر بتاعكم مش مكتمل، ولو خدتوا اي قرار انتوا اللي هتزعلوا نفسيا. اجلوا الفترة دي قراراتكم كلها علشان القمر لسه ما اكتملش عندكم، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا. عندكم ابراج مائية، الابراج المائية دي مأثرة عليكم بطاقة سلبية، خدوا بالكم، اخرجوا من ابراج مائية لو كانت عندكم علشان هتتعبكم نفسيا. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا هنا هتحلفوا اليمين مع حد او هتقعدوا قاعدة مع حد وهتحاولوا تاخدوا حقكم، او بمعنى صح هتحاولوا ان انتوا تحلفوا ان انتوا معملتوش كده، او انتوا اللي اتظلمتوا مش انتوا اللي ظلمتوا، فخدوا بالكم كويس جدا. على قد طيبة قلبكم وعلى قد ما انتوا طيبين جدا، بس في ناس بتوقعكم في طاقات سلبية، خدوا بالكم واحذروا كويس جدا.
الفترة دي انتوا ناويين على حاجات كتيرة جدا تعملوها، ناويين على استقرار، ناويين على تغيير، ناويين على رجوع حق، ناويين على اكتر من حاجة. طريقكم مفتوح، فخدوا بالكم بس من نفسكم كويس جدا الفترة دي ومن صحتكم. في حد هيبقى عايز يوقعكم في مشكلة، لكن انتوا مش هتقعوا وهتبعدوا وهتتخلوا عن الطرف ده، علشان هتعرفوا قد ايه هو شخص مش كويس. انتوا هنا بسم الله، هنا عندكم عين قوية، والعين القوية دي مأثرة على الأطفال أو على شريك الحياة. خلوا بالكم انتوا مستنيين الفرح أو حاسين ان الفرح طال عنكم، خدوا بالكم على قد ما تقدروا. عندكم قعدة، والقعدة دي أو ممكن ما يكونش قعدة، ممكن يكون اجتماع مع أهل، اجتماع مع حب، الله أعلم. هيكون في قعدة، والقعدة دي انتوا هتحاولوا تتكلموا وتعبروا عن كل حاجة في بالكم. في حد بوشين عندكم، الحد بوشين ده متعلق بيكم انتوا، فانتوا عارفينه كويس جدا. انتوا حاسين ان انتوا في غربة، وانتوا اصلا في غربة مستنيين الرجوع. حاسين ان انتوا يعني بعاد عن اهلكم، عن احبكم، الله اعلم، بس في بعد عندكم، خدوا بالكم كويس جدا. عندكم علاقة مع أبراج نارية بتحبكم جدا، لكن انتوا خدتوا قرار غلط الفترة اللي فاتت، ولحد الآن ندمانين عليه وبتدفعوا ثمنه. هنا كمان انتوا عايزين تعملوا حاجة جديدة، في تفاؤل. انتوا منتظرين الفترة دي لقاء، مقابلة، منتظرين شفاء، منتظرين تغيير. انتوا مريتوا بأزمة، والأزمة دي كانت مؤثرة على كل حاجة فيكم، لكن بإرادة ربنا هيكون في تحسن، بإرادة ربنا هيكون في ثقة بالنفس عالية. انتوا الغربة تعباكم، لكن هيكون في رجوع الفترة اللي جاية. العيون حواليكم، العيون دي سلبيات، ربنا سبحان الله وتعالى هو اللي هيطلعكم من اي ضيق ومن اي خنقة. بتحبوا حد جدا ومش عارفين تتجمعوا معاه ولا عارفين تتلموا مع بعض، لان الشريك في طرف تاني، الشريك في حد بيتدخل في حياته، والحية اللي بتتدخل في خصوصياتكم وتتدخل في علاقاتكم احذروا منها، علشان ما ترجعوش تعملوا نفس الغلط او تعملوا نفس الامور اللي عندكم. اللقاء اللي هيكون عندكم او المواجهة اللي هتكون عندكم هتكون قوية جدا، وهيضيق صدركم فيها، وهتحسوا قد ايه ان انتوا مش طايقين اي حاجة. في نفس الوقت هتتعصبوا جامد، لكن انتوا هيكون عندكم نصرة وعندكم تغيير. كمان في اتصال مع حبيب، ومش هتبقوا عارفين تعملوا ايه. اتأكدوا ان اللي انتوا هتعملوه هيكون ربنا ليه حكمة فيه، ما تفكروش كتير وتتعبوا نفسكم في التفكير. في اخبار حلوة متعلقة بحياتكم هتسمعوها، هتفرحكم قوي، اذا كان لقاء بشغل، لقاء بعمل، لقاء بتغيير، الله اعلم. عندكم نور في حياتكم. في وجع في عين وغشاوة على العين، في حاجات انتم مش شايفينها كويس، لكن بفضل ربنا، ربك هو اللي هيديك كل اللي انت مستنيه. المنفصلين تعبانين جدا، المنفصلين شايلين هموم الدنيا فوق كتفهم، بيعانوا من أشد المعاناة. بلاش كل حاجة تاخدوها على حياتكم. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، في إجابة على سؤال عندكم، الإجابة دي هتكونوا مبسوطين جدا بيها، أو في حسن حظ أو حسن تغيير في أمور عندكم هتستجد، وهتكونوا من يعني مبسوطين. انتوا مستنيين تغيير. في 4 قرارات او 4 اشخاص او 4 اختيارات، الله اعلم،
عندكم رقم 4 ده في ليه علاقة بيكم، في أمور بينكم. عندكم تساقط شعر، وجع في الجسم، خلوا بالكم. انتوا طول عمركم شايلين المسؤولية وشايلين الحمل، طول عمركم بتتعبوا علشان ترضوا الناس او ترضوا اللي حواليكم، مبتحبوش ابدا تعصوا حد، لكن انتوا عانيتوا من المقربين وعشان كده بدأت الامور تتغير عندكم، فوضتوا امركم لله وقلتوا يا رب احنا مستنيينك تغير حياتنا، مستنيينك تنصرنا على من عادانا، ومش عايزين اي حاجة تانية. الفترة دي هيكون في طاقة. مين اللي عندكم عمل حادث او مين اللي عندكم تعبان نفسيا اليومين دول؟ ربنا بإذن الله هيفك ضيقه وهيشفي. حاسين بدوخة، حاسين بألم في جسمكم مش عارفين تفسروه، حاسين ان انتم متكتفين عن قرار، عن موضوع او عن قرار او عن حاجة. في جرح في قلبكم وبينزف لحد الآن مش عارفين تشفوه بسبب علاقة قديمة. خلوا بالكم كل اللي ربنا كاتبه لكم هو اللي هتحصل، اللي هيحصل في حياتكم. ربنا هيجازيكم خير بإذن الله، فياريت تخلوا بالكم عن حاجات كتيرة جدا في حياتكم. الفترة دي هي فترتكم، فخدوا بالكم من نفسكم. انتوا في حيرة من حياتكم، في حيرة من امركم، في حيرة من التفكير، صراع طول الوقت، وده اكبر غلط. في موضوع مهم عايزين تتكلموا بيه مع حد ومش عارفين تبدأوا ازاي او تفتحوه ازاي. اوعوا تقعوا في الغلط، الحظ هيكون من نصيبكم بعد كام يوم معينين، فخدوا بالكم كويس جدا. والموضوع اللي هتفتحوه مع الشخص اللي انتوا بترتاحوا معاه في الكلام، ياريت تفتحوه بطريقة لطيفة علشان ما يزعلش الطرف التاني منكم او يحس ان انتوا بتجرحوه بالكلام ده. خدوا بالكم كويس جدا لان هيكون في تعويض عن اذى في حياتكم. في ابن عندكم ربنا هيفك كربه باذن الله، او هيشفيه او هينصره، الله اعلم. انتوا بالكم مشغول بطفل. البعض منكم رمى حاجة عن ظهره او من ظهره، في تجديد حلم، خطوبة، زواج، ارتباط، علاقة، او انتوا بتفكروا في الشريك، او في علاقة حب عندكم، او في حد انتوا بتحبوه هيتم زواجه على خير او خطوبته على خير، الله اعلم. رزقكم مفتوح فخدوا بالكم، وكونوا دايما تخلوا اي ما تخلوش اي حد يحرف عنكم حاجه. انتوا في امور هتستجد في خير، انتوا كشفتوا كتير، خدتوا علاجات بخصوص الاطفال كتير، تفكير رهيب بخصوص الاطفال. في تهنية عندكم او في مناسبة انتوا هتروحوها، في تغيرات بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم. في حد مهما بيوعد ما بيوفيش بوعده، خلوا بالكم ان انتوا الفترة دي هي فترة الازدهار بالنفس، وهي فترة ثقتكم بتحسين كل القرارات انتوا بتاخدوها. دايما حطوا حدود بينكم وبين ناس معينة بتحاول تاخد الطاقة بتاعتكم وتحاول تأذيكم. دايما خلي عندكم الثقة بالنفس بتاعتكم عالية جدا، لان الهموم اللي انتوا بتشيلوها دي كبيرة. الهموم اللي انتوا عمالين تفكروا فيها، عمالين ضاغطين فيها على نفسكم، الامور دي سلبيات، تعب نفسي، ومخليكم انتوا عندكم تعبين بتتدخل في خصوصياتكم. وزي ما قلت من الاول ان الحقيقة
العمالة بوشين الحية اللي هي ست خبيثة اللون والشكل، وقلبكم بينبض أول ما بيشوفها، أو بمعنى أصح ما بترتاح لهاش خالص. الست دي حقودة ومش حابة الخير لأي حد، وانتوا من طيبة قلبكم بتتعاملوا مع ناس سلبيات. دايما أقول بقى خلوا بالكم من نفسكم، لأن انتوا الهم اللي شايلينه فوق كتفكم ده هم كبير جدا. عايزين زي ما قلت تصارحوا الشريك، عايزين تتكلموا، عايزين تعبروا عن اللي انتوا فيه، عايزين تفتحوا كلام، عايزين تطلعوا من أي طاقة مأثرة عليكم. الطاقات اللي مأثرة عليكم دي هي سببها الرئيسي الحسد، مش أي حاجة تانية. وزي ما قلت من البداية إن الحسد تأثيره سلبي جدا عليكم، هو اللي مخليكم حاليا بتعانوا من حيرة وحساسين زيادة عن اللزوم، أو مش حاسين إنه مفيش أي اكتمال عندكم بيكمل. وخذلانكم من الناس ده تعبكم نفسيا، فاحذروا من أي خسائر عندكم الفترة دي، لأن انتوا لو خدتوا قرار أو تعرضتوا للخذلان هتخسروا. فعشان كده أهو بنبه تاني، احذروا من أي خذلان الفترة دي أو من أي طاقة سلبية، عشان الطاقات السلبية مأثرة عليكم في حاجات كتيرة جدا ومخلية دايما عندكم رجوع الورا. فياريت تحذروا في خلاف، والخلاف اللي عندكم ده هينفك الفترة دي، خلاف كبير أو مشكلة كبيرة أو زعل كبير أو زعل بقاله مدة بينكم ما بين حد. انتوا يعني زعل مأثر عليكم الله أعلم، أو انتوا زعلانين من حد أو ما توقعتوش إن الحد ده يعمل فيكم كده. في تغيير، انتوا بتحبوا الشخص ده جدا بس عندكم نوع من الكبرياء، نوع من ان انتوا تتجنبوا علشان تشوفوا الشخص ده فعلا بيعزكم وبتحبوه زي بيحبكم زي ما انتوا بتحبوه، ولا هو شخص مختلف. في اسئلة كتير عندكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيبة القلب بتوقعكم في خسائر كتير، طيبة القلب مأثرة عليكم في قرار صح هتاخدوه بعد فترة. القرار ده هيبقى تغيير لكم. انتوا كمان عندكم تعبانين من امر مضايقكم، ففي حسن حظ بالله الفترة اللي جاية. بس في كمان تفكير، انتوا تفكير مأثر عليكم في خيانة عندكم، او في ضغط عندكم، او في امر عندكم مضايقكم، في امور منعكسة معاكم مش عارفين تبدأوا فيها ازاي. بس خلي بالكم من خطوة، والخطوة دي مهمة جدا هتاخدوها، هيكون فيها تحسين، هيكون فيها تغيير، هيكون فيها مكالمة تليفون حلوة جدا. المكالمة دي هتفرحكم قوي، وبإذن الله هتديكم ثقة بالنفس اكتر احسن. وخلوا بالكم ان انتوا هنا في راحة في النصيب الفترة اللي جاية، خروج من ازمة وخروج من ضيق وتغيير عتبة، تغيير امور في صالحكم. كمان الفترة دي بتفكروا تدعموا حد، او حد بيفكر يدعمكم، انتوا محتاجين حد يقف جنبكم، او في حد محتاج يقف جنب الله اعلم. في عندكم تفكير في مساعدة تخص حد، في خبر انتوا منتظرينه من شخص، هيوصل لكم الخبر ده بشكل سريع جدا، وهيكونوا انتوا في فترة تعلق. العند بيخسركم كتير، العند مخسركم اكتر من حاجة، فخدوا بالكم، لان العند اللي مأثر عليكم ده مخلي دايما في تراجع في اكتر من حاجة بتفكروا فيها. هتبدأ الفترة اللي جاية تيسير معاكم في قعدة أو في كيان أو في تفكير هيخليكم متألقين في شخص. زي ما قلت راجع لحياتكم، الشخص ده هيرجع لكم ونيته سليمة، بس انتوا مش هتكونوا شايفينه أو مش هتكونوا عارفين تبدأوا معاه ازاي. كمان في فكرة، والفكرة دي انتوا بترتبولها او هترتبوا لها الفترة دي، لان هيكون في تيسير حلو. وزي ما قلت المكالمة اللي هتجيلكم دي هتكون امور حلوة. في حد عندكم متعدد العلاقات، بيحب العلاقات الكتير،
بيحب الطريق اللي انتوا دايما بتحذروه منه، وهو ما بيسمعش كلامكم، علاقاته كلها نرجسية، خدوا بالكم الفترة دي منه او ابعدوا عنه. في انكشاف سر، وللسر اللي انتوا هتنكشفوه ده هتسكتوا خالص علشان هيعمل لكم صدمة، مش صدمة ان انتوا هتتعبوا، هو السر يعني ممكن تكتشفوه من صديقة، من حد مقرب ليكم، هتحسوا قد ايه. وبلاش العند، العند بيخسركم كتير، بتدفعوا الثمن غالي. العند بلاش العند في كل الامور، خلوا يعني بلاش ان انتوا تعندوا على اتفه الاسباب، اهدوا كده علشان اللي بيدخل معاكم في عند بيخسر، وانتوا بتزعلوا في الاخر على الخسارة، فبلاش ان انتوا تتعبوا نفسكم. في امر هيحصل لكم الفترة اللي جاية هيغير تفكيركم. كمان انتوا ناويين تنزلوا تشتروا هدوم، تجددوا، تستقروا، ناويين تغيروا امور في حياتكم. في عذاب ضمير عندكم، او في تأنيب ضمير عن حاجة انتم عملتوهاش، او عن حاجة ما كانش ليكم بيها لازمة او ليها ليكم علاقة، الله اعلم. في امور عندكم بتنعكس على حياتكم، ودايما انتوا اللي بتتحطوا فيها، رغم ان انتوا مالكمش اي ذنب فيها او مالكمش اي علاقة بيها، بس انتوا اللي بتتحطوا تحت الخانة دي. او بمعنى صح، خدوا بالكم، لان الفترة دي فترة اثبات وجود، فلازم تثبتوا وجودكم في الاشياء اللي انتوا عايزينها. في شخصية غامضة بتتعاملوا معاها، خدوا بالكم منها، الشخصية دي بتضحك في وشكم، لكن هي لابسين قناع مش كويس. عندكم القدرة ان انتوا تكتشفوا اي خيانة وتكتشفوا اي ظلم الفترة دي، بسم الله ما شاء الله عليكم، تحسن على اكتر من وضع، وهتكونوا مبسوطين جدا، لان انتوا على قد ما بتقعدوا مع نفسكم وعلى قد ما بتكتشفوا الخذلان اللي انتوا فيه، على قد ما بتكونوا مبسوطين وبتقولوا ان دي رسالة اكيد من ربنا، ان هو يوقعنا مع ناس تخذلنا علشان نعرف قد ايه ان الناس دي مش لطيفة، ان الناس دي مش حابة ان احنا نكون مبسوطين، او حابة ان احنا نكون في الوضع اللي انتوا فيه. مميزين جدا، بسم الله ما شاء الله عليكم، بس محسودين على كل حاجة. الحسد مؤثر عليكم في ابسط الامور، وممكن تكونوا محسودين على حاجات مش موجودة في حياتكم، فعشان كده خدوا حذركم. تاخدوا حذركم من ايه؟ من العيون اللي بصلكم في كل حاجة. تحسين النفس اهم حاجة، تبعدوا عن اي مشكلة مؤثرة عليكم، ارموا الهموم ورا ظهركم، ما تفكروش في اي حاجة مسببه لكم هم، لان الهم اللي مؤثر عليكم ده مخلي حياتكم فيها تراجع في الحياة الصحية، خدوا بالكم. دايما بتتعاملوا بنية سليمة، دايما بتتعاملوا بنية يعني ما الناس اللي معاكم ما يستاهلوهاش، او الناس اللي معاكم بتحسوا ان هم نيتهم مش زي النية بتاعتكم، فياريت تاخدوا بالكم كويس جدا من تعامل مع الاشخاص الاخرى اللي في حياتكم. النية بتاعتهم مش سليمة خالص في التعامل معاهم، يعني انتوا بتتعاملوا بنية وهم بيتعاملوا بنية خالص، وانتوا يعني هتحسوا كده الفترة دي. كمان في حاجات بتحصل معاكم غريبة مش عارفين تفسروها، في تعارف على حد جديد، الحد الجديد ده انتوا هتتعرفوا عليه، او في تجاهل عندكم، انتوا بتتجاهلوا حد او حد بيتجاهلكم من غير ما تعرفوا السبب. على مستوى جميع الأوضاع اللي عندكم في تغيير، انتوا مخنوقين من حاجة الفترة دي، بس عايزاكم تصبروا عليها وما تستعجلوش.
لان طول ما انتوا صابرين طول ما ربنا هيبشركم من حيث لا تحتسب. طريق الضلمة اللي انتوا فيه هيبقى قوة ليكم، وهيبقى ازدهار وثقة بالنفس. الثقة بالنفس عندكم عالية عالية قوي، لان ارادتكم هتكون قوية، والاندفاع اللي عندكم ده بسم الله ما شاء الله عليكم. انتوا دايما بتمتلكوا شياكة، بتمتلكوا حياة جميلة، بتمتلكوا تجديد في امور، تجديد في اشياء. بلاش القلق وبلاش تقلقوا نفسكم في طاقات انتوا مش تبعكم. فلوس جاية لكم على جميع المستوى بتاعكم، الفلوس دي هتكون تجديد، تجديد لحياتكم او تجديد لاموركم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طاقتكم مفتوحة، ثقتكم بنفسكم عالية، بس دايما اقول خدوا بالكم. تاخدوا بالكم من ايه؟ من اي تردد او من اي حد ممكن يأذيكم. طب تعرفوا ازاي الاذى؟ انتوا بتعرفوه على طول. ليه؟ علشان ربط الاحداث اللي عندكم بيخليكم تعرفوا كل واحد من نظرة عينه، بمجرد ما بتبصوله، بمجرد ما تعرفوا الشخص ده عايز ايه وعايز مين وبيعمل كده ليه، ومأثر عليه في كل حاجة. روحانياتكم عالية، ربط الأحداث اللي عندكم عالي جدا، في أفكار جديدة على جميع المستويات عندكم. كمان في ممكن يكون كده في عندكم الفترة دي حرفيا حرفيا سفر، او ممكن يكون فتح حاجة معينة، الله اعلم، بس في سفر بكل الطرق مفتوح عندكم. يعني سفر هيتم على خير، او انتوا ناويين تفتحوا موضوع سفر مع حد، ناويين تكلموا بخصوص سفر مع حد، الله اعلم. انتوا عندكم سفر، والسفر ده هيكون استقرار، او هيكون خطوة جديدة، او انتوا عندكم رجوع من سفر. في مواضيع مفتوحة عندكم كتيرة، في كتب كتاب هتحضروه، هو مش باين كاتب الكتاب لمين، بس في كاتب كتاب عندكم مناسبة حلوة. ممكن يكون عندكم انتوا زواج سريع سريع بسرعة، او في حد عندكم في ارض بيتكم هيتم زواجه على خير، وانتوا هتكونوا مبسوطين جدا. في لقاء بحد مش هيكون في الترتيب، هتسلموا عليه ومش هتكونوا متوقعين ان انتوا في يوم من الايام تشوفوا الشخص ده، هتشوفوه الفترة اللي جاية وهتعملوا نفسكم مش شايفين. يعني مش هت... انتوا هت... هيبقى فيه كلام، او ممكن هيبقى فيه امور، بس انتوا من جواكم ولا كأنه اثر فيكم. علشان انتوا دايما بتقولوا اللي يبيعنا بارادته احنا هنبيعه غصب عننا، انتوا دايما ماشيين بكده، مفيش حد بيأثر عليكم ولا حد بيخليكم تدفعوا تمن غلطاتكم. انتوا بتبعدوا وبتتجنبوا اي حد يأذيكم، واي حد يكون سبب في يوم من الايام في الخذلان اللي انتوا فيه، لان الدنيا علمتكم كتير، علمتكم حاجات كتيرة جدا غير الاول. يعني لو في الاول كنتوا بتتعاملوا بطيبة اكتر، بدأتوا تتعاملوا بشكل مختلف. فياريت تاخدوا بالكم كويس جدا من نفسكم ومن اي حاجة في حياتكم. حياتكم الفترة اللي جاية هيكون فيها تقدم وفيها تغيرات حلوة وفيها قعدة جميلة،
أو فيها نصرة حلوة. ربنا كريم عليكم وعاطفي، وبيحب دايما إن هو يكرمكم من حيث لا تحتسب. شوية الخذلان، شوية العيون اللي مأثرة عليكم، لازم تحصين النفس. وأشد المعاناة عندكم في المعدة، المعدة وجعكم جدا، المعدة عندكم دايما في أمور منعكسة. ونشوف بقى دلوقتي الرسالة بتاعتكم، يا رب رسالتكم تكون جميلة وتكون قوية. بسم الله، نختار الورقة دي. رسالتكم: لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما كنت تريده، وسيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله. طيب احنا نستكفي بورقة واحدة، ناخد ورقة تانية ونختار دي. أمورك المالية في تحسين، فالخير قادم إليكم. الله يعلم ما في قلبكم. بسم الله. يعني الرسالة بتاعتكم ايه ده؟ فيها قوة خارقة. سينصفكم الله في كل أموركم، يعني ربنا هينصفكم وهيقف معاكم في كل الأمور اللي انتوا بتفكروا فيها حاليا. طيب مين كان أصحاب من الرسالة الأولى ومين كان أصحاب من الرسالة التانية؟ يا رب الرسالتين يكونوا طاقة إيجابية لكم، ويكونوا فرق، ويكونوا تحسين تفكير، تحسين كل حاجة في حياتكم. لو عجبتكم القراءة متبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل وبالطاقة اللي انتوا بتدهاني لما بترفعوا الفيديو وبتهتموا في فيديوهاتكم. وان شاء الله بإذن الله نزل لكم قراءات جديدة.